نذهب مع حضراتكم في محطات مختلفة ونقف عند اللغة العربية وعند الإبداع الأدبي في اللغة العربية وفي بحور الشعر المختلفة. أبدع الشباب العرب والأفارقة في الكثير من المحطات والمنصات. واحدة من أهم المنصات كانت جائزة تتعلق بالشعر العربي الفصيح، حصل عليها ضيفنا الكريم اللي منورنا النهاردة. وأيضا ما بين جولة عربية وإفريقية وعالمية أيضا يتنقل ضيفي الكريم كاتبا وناظما للشعر العربي وملقيا للشعر العربي. منورني النهارده وفي حضره الشعر والابداع العربي الشعر السوداني محمد عبد الباري، منورنا واهلا بك. اهلا وسهلا بك يا قصواء، انا سعيد جدا ان اكون معك الليله، وسعيد ان اطل من خلالك على الجمهور الاستثنائي، على اهل الكرام في مصر. منورنا واهلا بحضرتك. الله يسلمك. يعني مع صغر السن ولكن الإبداع كبير، وهذه حالة ربما توصف بأنها أعادت بعض الانتعاش للحالة الشعرية العربية بعد ربما ما يوصف بأنه كان حالة من الركود نوعا ما أو عدم الصحوة الكبرى اللي تليق بمعطيات الوطن العربي وإفريقيا في مواضع مختلفة. هذه الحالة وصولا لها من أين جاءت عند محمد عبد الباري؟ بالنسبة لي أعتقد أنني المسألة بدأت لدي محبة خالصة للشعر العربي، وهذه المحبة وثيقة الصلة بنشأة كانت محاطة بالكتب، والأمر ليس سرا أنني أنا وجيلي مسبوقون بجيل شعري هائل. هذا الجيل كان على الأقل استطاع بشكل بارع جدا أن يربط بين الشعر وبين الشارع. محمود درويش ونزار قباني والبردوني والفيتوري، هذه الأسماء تعدت كونها أسماء شعرية خاصة إلى 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 ما يشبه نجوم المجتمع، ما يعرفهم الأمي والجاهل. صحيح. وبالتالي هذه النشأة في محيط كهذا، عودة إلى 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 منابع التراث العربي ثقافة ونحوا ولغة وفلسفة ومنطقا وشعرا، أعتقد هي البيئة التي نشأت فيها، وهي البيئة التي هدتني إلى هذا الطريق. ربما نتحدث في البداية يعني إيصال هذه الرحلة إلى المشاهد الكريم في مواضع مختلفة في إفريقيا أو الوطن العربي وفي مصر أيضا، وطبعا منورنا حضرتك في القاهرة. الوصول إلى الجوائز عادة بالنسبة لجيل الشباب من الشعراء كيف يكون مع التجربة الشخصية لي؟ الشخصية هو أريد أن أقدم بين يدي موضوع الجوائز أمرا، أنه أعتقد أن أمر الجوائز ينبغي للإنسان فيه أن يكون وسط بين طرفين. العمل الأدبي والعمل الشعري على وجه الدقة هو عمل شديد الحساسية، وهذه الحساسية قد تتأبى أحيانا على أن يضبط المبدع أو الشاعر بوصلته الفنية باتجاه جائزة ما، باتجاه رؤية نقدية ما، أنه فعلينا أن نكون حساسين لهذه القضية. من ناحية أخرى أنا لست مع الذين يجرمون هذه الصلة المباشرة بين الأعمال الأدبية والجوائز، وأعتقد أن تاريخ الأدب حتى في شكله العالمي بالمناسبة، يعني نحن نعرف مثلا في الأدب اليوناني القديم أن تقريبا مجمل الإبداع المسرحي على وجه الدقة كان مرتبطا بالجوائز التي تقيمها أثينا القديمة في أعياد باخوس، وما زلنا نستمتع. هذه الجوائز انتهت وانتهى أصحابها ورعاتها، تفاعل الشعبي معها. صحيح. لكن هذه التحف الأدبية والفنية ما زالت قائمة، وأعتقد أن إلى حد ما أنه وقلت هذا مرارا أنه عالم الجوائز اليوم على الأقل في الشعر هو قدم بديل في ظني أنه أكثر كرامة من مهنة الشعراء القديمة التي لها علاقة بالتكسب ولها علاقة بالوقوف على 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 أبواب سلطماء. يعني وجهة نظري الشخصية على المبدع أن يتعامل، أن يتغاضى تماما وأن يتناسب بذكاء وبقصدية عالية، أن يتناسى أمر الجوائز في المرحلة التي لها علاقة بالكتابة. فيما يتعلق في المرحلة التالية للكتابة لا بأس أن حين ينتهي هذا العمل يأخذ شكله، يأخذ صورته الخاصة، أن يشارك به الإنسان هنا وهنا بحسب طبعا الشروط التي تختلف من مبدع إلى مبدع. لكن الأمر النظر إلى الأمرين معا أراه نظرا ضروريا جدا.
اللفتة المهمة اللي ذكرتها هي تتعلق بفكرة أنه يعني أصبح أكثر رقيا من الفترات القديمة من الوقوف على باب الحاكم أو السلطان أو التقرب بالمديح بالمدح للوصول إلى هذه الدراهم والدنانير التي كانت تأتي يعني في أكياس المال. ولكن البعض قد يختلف أنه في بلاط الحكم وفي بلاط السلاطين كان يتربى الشعراء وكان يتم التكفل بالشعراء صحيح. فكان الشاعر لا يبذل هذا الشقاء والعناء للوصول إلى الجائزة، ثم يأتي في النهاية ربما يعني المحصلة من الجائزة ليست كمن وقف على باب السلطان، ولا يأتي الشعر كمن روعي أو تم تنشئته في بلاط الحكم وفي مكتبات القصور. هذا صحيح، وأريد أن ألتقط منه كذلك أمر أراه ضروريا، أنه نحن اليوم لدينا حساسيات معاصرة في علاقة المثقف بالسلطة. أعتقد أنه من العدل أن لا نسقط حساسياتنا على ظروف تاريخية مختلفة. مثلا حركة التأليف على الأقل في تراثنا العربي فلسفة وشعرا وتاريخا، يمكن لك أن ترى مؤلفين كثر لهم نزاهة مشهود بها، ولذلك ومع ذلك لم يكونوا يتحرجون من مسألة إهداء هذا الكتاب إلى هذا السلطان أو إلى ذاك، مع الاحتفاظ بقدر أدنى من أنه أنا والله كنت أتمنى لو فكرنا في تاريخ افتراضي، تاريخ لم يحدث للثقافة العربية، ربما نقدس الشعر. أعتقد أن ما هو جمالي في الشعر وما هو إلهي في الشعر يدفعني دفعا إلى تخيل تاريخ آخر يمكن أن نحفظ فيه لهذا المبدع حقه البسيط في أن يجد قوت يومه، لكن في شكل أكثر إنسانيته. ومع هذا أنا حريص جدا أنه لا أسقط حساسياتنا المعاصرة. اليوم نحن لدينا شكل أصبح ناجزا في ما هو مقبول وما هو غير مقبول. إسقاط هذه الأفكار وهذه الأحكام القاسية على تاريخنا، لا سيما أن أبو حيان التوحيدي مرة قال إياك أن تعطي الاسم المعنى ذاته فتتعب. إذا فكرنا في السلطة، السؤال هل السلطة لدينا اليوم هي السلطة التاريخية؟ هل المثقف لدينا اليوم هو المثقف التاريخي؟ اختلف هل كل شيء. اختلفت. وعلينا أن ننتبه إلى هذه الفروقات وأن نكون أكثر حذرا، لأن في النهاية أعتقد ربما بعد 1000 سنة من الآن سنحاكم نحن أبناء هذا العصر بأشياء نراها اليوم طبيعية ولا غضاضة فيها، يعني ربما بالوقوف على أبواب الجوائز مثلا. بالضبط هذا وارد جدا يعني. ممكن أن نتحدث عن الجائزة الخاصة بالشعر الفصيح، وهي جائزة عربية لكنها طبعا تحمل هذا الطابع العالمي. كيف وصلت إليها؟ كيف تلقيتها؟ يعني مراحل ما بعد الجائزة أيضا. هي جائزة جائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي، هي جائزة دولية ولها أفرع. الفرع الذي شرفت بالحصول على الجائزة فيه هو في الحقيقة فرع بالترشيح وليس بالتقدم، ويحدث بأن مؤسسة ما، جامعة أو أكاديمية، وأنا كنت محظوظ أن الموسوعة العالمية للشعر العربي أدب رشحتني لهذه الجائزة، وهي كان في دورتها الأولى. جائزة تعتبر ضخمة، تحظى برعاية كبيرة وتحظى كذلك بقيمة مادية ومعنوية كبيرة. وفي الحقيقة أنا كنت في 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 أمريكا، ويعني زي ما بنقول بالعامي ولا هنا يعني. فبعدين فوجئت أنه والله القائمون على أمر هذه الجائزة من لجان ومحكمين رأوا لسبب أو لآخر أنه والله تجربتي الصغيرة جديرة بهذا الجائزة. وأعتقد أنه بالنسبة لي كانت وما تزال من الأشياء التي أعتز بها في مسيرتي ولا شك يعني. ماذا يمكن أن تشاركنا به في هذه الجلسة من أشعارك وقصائدك؟ طيب ربما أقرأ لك نص عنوانه حب مصاب بالسفر. حب مصاب بالسفر، ولي من لا نهائيات موتي ثلاثتها، لي من لا نهائيات موتي ثلاثتها: عيونك والرحيل أحبك، لكن البدوي مني يميل مع السحابة إذ تميل. سلالات هي الطرقات مهما تناءت،
والسليل أنا السليل، لقد حاولت أن أنشق عني ليسكن فيك تطوافي الطويل، ولكني أنا سفري تماما كما أن الحصان هو الصهيل. أعددني 30 اغترابا ويسقط من وجوه الآن جيل، ولم أصل المنازل بعد مما أريد ولا تناهى بالسبيل. أحبك غير أني كنت مني أطل على الحياة ولا أطيل. هناك في الشفقي فيما وكانت كل شمسي تستقيل، تراءى لي هواك كما تراءى لمختنق هواء مستحيل. فيا وطنا من الراحات نادى علي الهائل الخطر الجليل، هو الآن التحرك نحو 1000 من الغربات يعرفها الدليل. سأذهب لاستراحت من ضلوعي مداخنها ولا برد الغليل، ولا حررت صوتك من حمام نأى عني ليتسع الهديل، ولا استقصيت وجهك وهو يجري به سرب الفراشات الجميل، ولم أتبع سطوعك في مرايا تدوخ وفي ثريات تسيل، ولا وحدت في معناك ذاتي، فنصفي قاتل نصفي قتيل. وحتى لم يقل كفمي تماما، فأنت كثيرة وفمي قليل. يعني تسلم طبعا، قصيدة رائعة. ربما استشعرت هذه الحالة من بعض التمسك بالأنانية، ربما مع بعض الغرور مع يعني الكثير من محاولات إرضاء الحبيبة. لا يا قصوى، أنا يعني كنت منتظر أنك تقف في صفك. لا لا لا، ما فيش صفك خالص، يعني أنا أحبك بس أنا ماشي مع السلامة، وأنا بحبك أنت جميلة، ولكن معلش أنا مستعجل. الموضوع ببساطة كده، حضرتك كاتب قصيدة تحمل هذا الكم من الأنانية. هذا آخر ما كنت أنتظره منك، بس مش مشكلة. فهذه قصيدة مفرداتها طبعا حضراتكم استمعتوا، هذه الرقة في المفردات ومواطن الجمال والتعبير، ولكن هناك نصل يذبح في المنتصف يمر عبر هذه الأبيات وكأنه يشطرها إلى شطرين. من أي عمق جاءت هذه القصيدة؟ هل من واقع تجربة شخصية بحكم الترحال والسفر من مكان لآخر؟ ربما كنت تتمنى هذه الحبيبة أو كانت يوما ما ولكنك أثرت السفر، أم أن هناك نقطة أخرى جاءت منها القصيدة مع بعض الخجل الذي أراه؟ فأنا يعني أنست نارا، اتفضل. لا لا، أنست نارا، أنست النار كذلك بالألف واللام. لا هو صحيح، يعني أنا ربما ظروف حياتي من لحظتها الأولى هي ظروف ترحال دائم، وأحيانا في لحظات صفاء بيني وبين نفسي أفكر دائما أنه بعد كل هذا الترحال ما الذي بقي من فكرة الوطن؟ وأنا لا أقول هذا تهرباً، أنا بالعكس سعيد جداً أنه أنت على الأقل أخذت الجانب الآخر من يعني من القصة. لكن بالنسبة لي طبعاً هي تجربة شخصية، وهي تجربة حقيقية، بمعنى أنه يحدث أنه حياتك تصمم بطريقة لا تسمح لك بالاستقرار. وأنت تعرف يا قصوى أنه لا يمكن أن تنشأ علاقة في الريح، يعني العلاقة بحاجة ما بحاجة ملحة إلى استقرار. إذا كانت أصلاً الناس يفكرون دائماً في العلاقات وفي الحب وفي الزواج وفي كل هذه المنظومات على أنها هي مؤسسات استقرار، فلا يمكن لك أن تؤسس مؤسسات استقرار وأنت تقيم في الطائرة يعني. فهي جاءت من تجربة شخصية، وفي الحقيقة كانت القصيدة نوع من الاعتذار متأخر يعني. أنا لا أريد أن أذهب في التفاصيل أكثر من اعتذار، يعني هذه القصيدة اعتذار. اعتذار متأخر. ربما نذهب إلى يعني نواحي أخرى إذا شئت. أي نص كان على مسار هذه المسيرة مجاورا لك في ذهنك، تراه نصا أيقونيا لحالة من حالاتك؟
والله والله قصواء إذا بتصدقيني أو لا، أنا علاقتي بما أكتب علاقة شكوكية جدا، وعلاقة هي أصلا تبتعد تحتفظ بمسافة من هذه النصوص، وبصدق لا أجد نص لي يمكن أن أسميه أيقونيا. وربما أزيدك من الشعر بيت، أنه أنا حريص جدا أن أحافظ على هذا النوع من العلاقة، أعتقد أنه علاقة صحية وتسمح لهذا النص بالتطور وبالتخلق وبأن يكون قادرا على الخروج من نفسه وعلى ملاحظة هذه الذات وتجاوزها. شخصيا أحترم وجهات النظر المختلفة، لكنني لا أستطيع أن أرى نفسي من الشعراء الذين يلتصقون بنصوصهم إلى درجة أنه ما في أي طريقة ولا بعملية قيصرية ولا بعملية أنه يمكن أن تفصل بينه وبين نصه. هذه الحساسية الزائدة في وجهة نظري أنها تضر أول ما تضر التجربة كاملة. فلذلك أنا علاقتي بما أكتب علاقة متغيرة إلى حد ما، يعجبني النص إذا كتبته اليوم يعجبني، ربما بعد أسبوع أغير رأيي فيه، ولذلك وإلى حد ما إلى الآن أعتقد أن هذا أفادني. بعيدا قليلا عن صدق الشاعر في نصه، بالعكس أنا أعتقد أن هذا جزء لا يتجزأ من الصدق. الصدق كما أفهمه هو نوع من المتابعة الدائمة لشعورك تجاه الأشياء. ليس الصدق ليس أن يكون لديك رأي لا يتغير طيلة الوقت. يعني الصدق هذا معناه أن شعورك متقلب. أو طبعا يعني وأنا لا أعرف شاعر غير متقلب. الشعر تجاه النص أم تجاه القضية؟ لا بشكل عام أقصد جدنا الكبير المتنبي قال ولكن قلبي يا ابنة القوم قلبوا. إنه في النهاية الحركة الشعر في النهاية ولد بار للقلق وليس ولدا برا للاطمئنان. وجزء من شخصية الشاعر القلقة إنه هو، وإن كان لا أريد أن يفهم من هذا أنه الأمر على اضطراده أو أنه الإنسان يتكلف القلق، لكن هذه العلاقة القلقة يعني مثلا أنا في الحقيقة أحيانا أصل إلى درجات غريبة. نص أقرأه الآن ولو في هذا الديوان مثلا وأشعر أنه لا علاقة له بالشعر من قريب ومن بعيد، واليوم الثاني ممكن أقوم الصباح وأعتقد أنه هذا واحد من أهم نصوص في الشعر يعني. فهذا التقلب على الأقل في تجربتي الشخصية، ربما يكون لشعراء آخرين تجارب أخرى، لكن بالنسبة لي هذه تجربتي، وهذا هو معنى الصدق عندي. الصدق أن تكون وفيا لتقلبك بشكل يومي. تقلبك ما بعض النصوص وليس أثناء كتابة النص. أي طبعا حالة أثناء كتابة النص حالة غائمة، وكل ملكاتك التي لها علاقة بالحكم تتعطل، تكون منشغل فقط ولذلك في العادة الكتابة الشعرية كذلك في تجربة الشخصية تأخذ عدة أزمنة. زمن الكتابة الأولى هذا زمن يتقاسم فيه الوعي مع اللاوعي، هذا زمن الصدق بالضبط. لكن تأتي مرحلة لاحقة يمكن لك، لكن بشكل حتى بعد أن أكتب القصائد كما قلت لك يعني أمزجة، وكل يوم كل 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 يوم نحن في شأن يعني. زدنا يا محمد. طيب أنا ممكن أقرأ قول ما شئت. طيب ربما تتخلى قليلا عن بعض الأنانية الشعرية. وانا احنا تبنا نقفل الموضوع. انا قاعدة بالمرصاد. خلاص انت بالمرصاد، محامية اليوم أشقائنا في الوجود، لكن مش مشكلة. خلينا نطلع من المواضيع الشائكة وأقرأ نص عنوانه نشيد الصعاليك. وأنا في الحقيقة عندي دائما حسد تجاه أصدقائي اللي أشعر أنه صعاليك بحق، يعني أنت شخص مرتب ومنظم، ولكن أشعر بالغيرة أنهم يعيشون أنواع متقدمة من الحريات، مزيد من الحرية. صحيح. فالأصدقاء الصعاليك أهدي هذا النص نشيد الصعاليك. وفي البدء أوصيك بالخاسرين الذين يرون الخسارة فن. في البدء أوصيك بالخاسرين الذين يرون الخسارة فن. أساتذة الوحشة المدهشين احتفاء بهم موحش الليل جن. شفافيتان لهم فكرة ولا شيء منها على البال عن.
وموت تصاب الموسيقى به إذا وتر في الكمان اطمأن. فقلها مضاء بأسبابهم إذا لست لي يا أسى فلمن، ودق بنقصك أبوابهم كما دق باب الحقيقة ظن. هم الآن في غربتيهم ملوك الصدام مع الواقع الممتهن، يشذون عن كل ما يحتذى، يشكون في كل ما يؤتمن، ويا كم تضيق المنافي بهم، وأول هذه المنافي الوطن. صعاليك لا يأخذون الحياة على محمل الجد حتى وإن وليست لهم من عناوين، هم رفاق لذئب الرحيل المسن، بهم لا تشرد إلا ومد، ولا بيت في الريح إلا سكن. ستعرفهم من خلال الوجوه، الوجوه طقوس قبيلة جن، هم الآن تعويذة يتقى بها، والذي لم يقلها لعن، وتنهيدة للقلوب النعوش، القلوب التي نسيت أن تئن. شيوخي وأعرفهم، شيوخي وأعرفهم، مرهقون من النوم فوق الوجود الخشن، وأهلي وأعرف قلبي الذي لغير منازلهم لا يحن. بميزانهم إذ تماما تكون المبالاة في اللامبالاة زن، وحاول بعيونهم أن ترى، وحاول بأجراسهم أن ترن. فهم وحدهم من بأخطائهم، مؤرخ أخطائهم قد فتن. يا سلام، هذا المزيد والمزيد. إن شاء الله أنه ما فيهاش أي أنانية. لا لا بالعكس. طيب. يعني فيها بعض الغبطة وتمني هذه الحالة، ولكن وصفتهم يعني إنصاف أو إنصاف كده. تمام. وصفتهم بأنهم شيوخك، وكأنك يعني تسير في محرابهم أو تتعبد في محرابهم، مع هذه الرغبة الملحة في الصعلكة، ولكنك بإرادتك وبكمل عقلك تتخلى عنها من جديد. ماذا لديك من تمردات أخرى؟ تمردات أخرى؟ مزيد من التمرد. طيب، أنا أقرأ كذلك من الديوان. أعتقد أني أصبت كبد الحقيقة بالتمرد. بالضبط. طيب، الحديث عن التمرد ربما يكون هذا النص أكثر تمرداً. اسمه النسخة الثانية من الغريب. يا من عرفتك بالتماسك مولعة، حرية الجدران أن تتصدع، ضاق المدى المكتوب باسمك، فلتكن أنت التشظي فيه كي يتوسع لك، أن تدوي غاضبا من عالم أخفاك، وليكن الدوي المفزع لك، أن تعاود أنت تفجير الطبيعة، إن بها فضلت أن تتطبع، أن تستقيل من التطابق نزعة رأت الظلال لمثلها، أن تنزع، أن تخلع الوادي المليء تواضعا، أن تلبس الجبل المليء ترفعا، وتحرك الزلزال صوب الثابت الشبحي في الأيام كي يتزعزع، وتزيل عنك من المياه سكونها، وتفضها مستنقعا مستنقعا، وترد ميراث النسيم لأهله الفقراء كي ترث الرياح الأربعة. يا عاتبا جدا على الطرقات، يا عاتبا جدا على الطرقات، إذ أخذتك منك مودعا ومودعا، هو أنت من أسرى لشيء لم يكن أبدا، وأنساب الفراغ تتبعا، متداخلا فيك الهدوء المنتمي لأسى الحقيقة، بالهدوء المدعى شاهدت عمرك وهو يرفع راية بيضاء كم نزفت لكي لا ترفع، سرقت خصوصيات وجهك كلها، وتركت ما بين الوجوه موزعة، ومنحت حين منحت قفلا لا فما متكلما،
وسلاسلا لا أضلع، وأصبت وحدك بالرجوع، فلم تزل كالذكريات تود أن تسترجع. أبعدت من سرب الحمام مطمئنا، وأضفت في سرب الحمام مروعا، ودفنت في الغيب الذي لن يرى أبدا، وفي السر الذي لن يسمع، وحرمت من ثقة الينابيع التي بين الصخور تجاسرت أن تنبع، وجعلت تخسر ثم تخسر حد أن أصبحت في فن الخسارة مرجعا. يا صاحب الساعات، صوت فنائها يدعوك فلتذهب إليها مسرعا، قبل انتهاء الماء أعلنه انقلاب الماء كي يلد المصب المنبع. قاوم ضباب الروح فيك وقل له لا بد عني الآن أن تتقشع. قشر تجاعيد النهار ليزدهي وجها، وحك الليل حتى يلمع، وأزل حدودك عن حدودك، كن هوى في ممكن للمستحيل تطلع. فيما يخص شخوصك العشرين، دع منها المفاجئة يطرد المتوقع، وأضف إليك من الزوايا حدة حتى يصير الدائري مربعا، واقتل رضاك، وبالتحرر من أسى هذا الرضا لا تنسى أن تستمتع، فبغير هذا الأحمر الثوري في عينيك لن تجد القصيدة مطلعا. الله الله، هذا ويبدو كأنه يعني زعيم الصعاليك في هذه القصيدة، وكم كبير من التمرد على كل الأطر ربما اللي بتحكم الحياة بشكل عام. ممتنة لوجودك الكريم. أنا شاكر ومقدر لهذا اللقاء الخفيف على القلب الخفيف على الروح. بشكرك شكرا جزيلا. أمنياتي بالمزيد من الإبداع، المزيد من التوفيق، والمزيد من سداد الخطى، والمزيد من التمرد الشعري والإنساني إنجاز التعبير وإن كان هذا مبتغاك. نورتني يا شاعر الشاب محمد عبد الباري، شكرا لوجودك الكريم. شكرا لك يا قصوى. شكرا.